اليوم صار الحلم واقع بنا وزادت الفرحة في قلوبنا وها هي الأرض تغني فرحنا نرفع بالنجاح هامتنا نرفع بالنجاح هامتنا. إنا لأجل الدين قد خضنا غمارا لنا العطاء والبذل كان شعارا نهلنا علوما زادتنا وقارا والمعهد الدين لنا كان منارا نهلنا علوما زادتنا وقارا والمعهد الدين لنا كان منارا. لكل أم وأب نرسل شكرا كانوا لنا بليل لا نجما وبدرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أنا الطالب عبد الله إبراهيم ويرر من خريجي جامعة راف في مرحلة بكالوريوس والآن في مرحلة الماجستير قسم أصول الفقه ومن خريجي المدرسة الحكومية في مدينة قارسة التي تسمى بقارسة هاي سكول ثم بالمعهد اللغة في جامعة مستقبل. أما بعد، فإن علم أصول الفقه من أجمل العلوم وأنفعها في فهم النصوص واستنباط الأحكام الشرعية لكونه علم الآلة لعلم الغاية الفقه. وقد من الله علي بأن سلك بي سبيل طلب العلم ويسر لي الالتحاق بركب الدارسين في مرحلة الماجستير من الدراسات العليا بقسم أصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة راف العالمية. ولما كان من متطلبات إتمام هذه الرسالة اختيار موضوع ودراسته، فقد وقع اختياري على موضوع بعنوان المطلق وحمله على المقيد عند الأصوليين من خلال كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام دراسة أصولية تطبيقية، لأسباب أهمها أولا أن نصوص الأصلين جاءت بأساليب أهل اللغة فاستخدمت عبارات تختلف مدلولاتها من حيث وضوح معانيها أو من حيث شمولها على الأفراد أو من حيث شيوع الفرد من أفرادها على جنسه أو من حيث ما تقتضيه من تكاليف شرعية. فكان من المهم دراسة مباحث دلالات الألفاظ من ظاهر ومؤول ومجمل ومبين وعام وخاص ومطلق ومقيد، لأن كيفية استنباط الأحكام الشرعية وتأويل ما خفيت دلالته وتوجيه ما ظاهره التعارض يتوقف على ذلك. فكان المطلق والمقيد محل اهتمام وعناية عند الأصوليين، لهذا اخترت ولأيضا أهمية كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لما جمع فيه من أصول أحاديث الأحكام الشرعية ولرغبة الباحث في إظهار دور ابن حجر العسقلاني رحمه الله في أصول الفقه ومدى مراعاته للذوق الأصولي في ترتيب الأحاديث من خلال كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام. ثالثا، بأن أدلة الشرع ومنها الأدلة المطلقة والمقيدة متآلفة لا متنافرة ومتوافقة لا متعارضة، ومع ذلك قد تخفى على بعض الطلبة أو على بعض المسلمين من المسلمين والمسلمات، فأحببت أن أسهم في ذلك وأوضح قدر الاستطاعة. كون معرفة طرق حمل المطلق على المقيد تبقى الحاجة إليها ماسة لمعرفة كثير من المسائل والقضايا المستجدة. وأما أهمية الموضوع فتتمثل في النقاط التالية: بيان دلالة اللفظ من ناحية الإطلاق والتقييد للمهتمين بها، لأن معظم أدلة الشرع أو غالبها العمومات أو الإطلاقات. أن يتمكن الدارس أو القارئ ملكة استنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بالمطلق والمقيد. تتيح هذه الدراسة للمهتمين بموضوع حمل المطلق على المقيد فرص الاطلاع عليه والاهتداء إلى المراجع والمصادر الأصلية دون مشقة أو تعب. تسهيل وتبسيط الفكرة المتعلقة بموضوع البحث باستخدام أساليب مفيدة ومتمشية مع أسلوب العصر إن شاء الله.
بيان أهمية فهم الخطاب المطلق وعلاقته بالمقيد ومقاصد ذلك على اللسان العربي والعرف الشرعي. أما منهج البحث، سلك الباحث منهجا عاما حيث استخدم المنهج الوصفي، وذلك بجمع المعلومات المتعلقة بالموضوع بالمطلق والمقيد مثل المفاهيم والشروط والأنواع والمراتب، واستخدم المنهج التحليلي عند نقل آراء العلماء في حمل المطلق على المقيد مع مناقشتها وإيراد أمثلة للتطبيق من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وكذلك اتبع منهجا خاصا في جمع الأحاديث الواردة في كتاب بلوغ المرام المتعلقة بموضوع الدراسة، فإن ورد كلاهما أي المطلق والمقيد في الكتاب اكتفيت بما فيه، وأما إن ورد المطلق في الكتاب دون المقيد طلبت المقيد من كتب الحديث الأخرى، وكذا إذا ورد المقيد في الكتاب طلبت المطلق من كتب الحديث الأخرى. وأن الأصل تقديم المطلق على المقيد عند تطبيق الأمثلة من كتاب بلوغ المرام، لكن إذا ورد المطلق في الكتاب دون المقيد إذا ورد المقيد في الكتاب دون المطلق قدمت المقيد من حيث الترتيب، وذلك مراعاة لأهمية الكتاب في هذا البحث دون غيره. وأما تقسيمات البحث أو هيكل البحث، يتكون البحث من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. الفصل الأول أساسيات البحث، وفيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول مشكلة البحث وأسباب اختيار الموضوع وأهدافه وأهميته، وفيه أربعة مطالب. المطلب الثاني منهج البحث وأسئلته وفروضه، وفيه ثلاثة مطالب. المبحث الثالث حدود البحث والدراسات السابقة، وفيه مطلبان. الفصل الثاني ترجمة المؤلف وكتاب بلوغ المرام، وفيه ستة مباحث. المبحث الأول اسمه ونسبه ومولده ونشأته، وفيه ثلاثة مطالب. المبحث الثاني طلبه للعلم ورحلاته واعتناؤه بأصول الفقه، وفيه ثلاثة مطالب. المبحث الثالث صفاته ومكانته بين أهل العلم والوظائف التي شغلها، وفيه ثلاثة مطالب. المبحث الرابع أشهر شيوخه وتلاميذه، وفيه مطلبان. المبحث الخامس مصنفاته مرضه ووفاته ومراثي أدباء عصره، وفيه ثلاثة مطالب. المبحث السادس التعريف بكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وفيه ثمانية مطالب. الفصل الثالث حقيقة المطلق والمقيد عند الأصوليين، وفيه أربعة مباحث. المبحث الأول مفهوم المطلق وحكمه، وفيه خمسة مطالب. المبحث الثاني ضابط الإطلاق والتقييد والفرق، طبعا هنا في التطبيق في الفصل الثالث يبدأ التطبيق من الفصل الثالث إلى الفصل الرابع، ففي كل مبحث مثلا المبحث الأول مفهوم المطلق وحكمه وفيه خمسة مطالب، المطلب الأخير يكون أمثلة تطبيقية في بيان حكم المطلق من خلال كتاب بلوغ المرام. وفي المبحث الثاني ضابط الإطلاق والتقييد والفرق بين المطلق والعام والنكرة، وفيه أربعة مطالب. وفي المطلب الأخير وهو الرابع أمثلة تطبيقية في الفرق بين المطلق والعام والنكرة في ضوء بلوغ المرام. المبحث الثالث مفهوم المقيد وحكمه، وفيه خمسة مطالب. وفي المطلب الأخير وهو الخامس نماذج تطبيقية في حكم المقيد من خلال بلوغ المرام. وهنا الحكم في هذه المباحث أقصد بالحكم المقيد والمطلق عند انفرادهما أو عندما ورد المطلق بدون أن يرد أن يوجد مقيد أو أن يرد المقيد بدون أن يوجد مطلق. أما إذا كان الأحوال عند اجتماعهما سيكون في الفصل الرابع إن شاء الله. المبحث الرابع الفرق بين التقييد والتخصيص والنسخ، وفيه ثلاث مطالب. وفيه نماذج تطبيقية في الفرق بين التقييد والتخصيص والنسخ من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. الفصل الرابع في حمل المطلق على المقيد، وفيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول في المقصود بحمل المطلق على المقيد، وفيه أربعة مطالب. وفيه أيضا في المطلب الرابع أمثلة تطبيقية في معنى حمل المطلق على المقيد، هل المقيد بيانا للمطلق أم هو نسخ، وسيأتي ذلك من خلال الرسالة إن شاء الله. المبحث الثاني شروط حمل المطلق على المقيد، وفيه ثلاثة مطالب. وفي المطلب الأخير نماذج تطبيقية في التفرقة بين المذهبين، يعني هنا عند الشروط للجمهور شروط لحمل المطلق
وللحنفية وإن لم يفردوا بابا أو عنوانا معينا مثلا، لكن هم من خلال شروطهم ومن خلال تتبع ما وجدت في كتبهم هناك شروط يمكن أن نستنبط من ذلك. فثم نأتي بأمثلة تفرق بين، يعني ننظر هل هناك شروط، هل توفرت شروط الجمهور والحنفية في هذا المثل، في هذه الأمثلة. المبحث الثالث أحوال الحمل المطلق على المقيد، وفيه ثلاثة مطالب، وفي المطلب الأخير أمثلة تطبيقية في الصور المتفق عليها، الأحوال التي اتفق فيها العلماء أو التي اتفق عليها العلماء أو اختلف فيها في ضوء بلوغ المرام. الخاتمة وتشمل الآتي أهم النتائج والتوصيات، الفهارس العامة وفيها فهرس الآيات، فهرس الأحاديث، فهرس الأعلام المترجم لهم، فهرس المصادر والمراجع، فهرس الموضوعات. ثم أخذ بذكر أهم النتائج الطالب طبعا التي توصل من خلال كتابه من خلال كتابة البحث والتوصيات والفهرس كما ذكرت آنفا. وفي الختام أشكر الله سبحانه وتعالى على ما أسبغ علي من نعمه الظاهرة والباطنة، فهو أهل الثناء والمجد، لا أحصي ثناء عليه، فلولاه ما سودت بيضاء ولا رقمت حرفا. فالحمد لله أولا وآخرا، وأشكر والدتي رحمها الله وغفر لها، ووالدي أمده الله وبارك في عمره، فما هذه الرسالة إلا حسنة من حسناتهما، فاللهم اجزهما عني خير ما جزيت والدا عن ولده. ثم أخص بالشكر والتقدير مشرفي الكريمين الشيخ الدكتور فيصل شريف محمد الصديق والشيخ الدكتور قسم الله عبد الغفار، اللذين تقدما بإشراف هذه الرسالة، وكانت توجيهاتهما ودعمهما المعنوي أكبر عون لي على وصول هذا المقام وتقويم العمل على ما هو عليه، فلهما علي حق، والله أسأل أن يبارك في عمرهما وذريتهما وأهلهما، وأن يجزيهما عني خير ما جزى شيخا عن تلميذه. وشكر موصول للمتحن الخارجي الشيخ الدكتور عبد العزيز علي أحمد على تكرمه بقبول مناقشة هذه الرسالة والنظر فيها، وأتشرف باستماع نصائحه وملحوظاته وامتثال قراراته وتوجيهاته بما هو من شأنه تقويم الدارس وهدايته إلى الصواب، والله أسأل أن يجزيه عني خير الجزاء وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. كما أقدم شكري وتقديري إلى جامعة راف التي فتحت أبوابها لكل طالب علم صبور، وأقدم خالص شكري إلى جامعة إفريقيا العالمية التي منحتنا فرصة الحصول على أعلى الدرجات والشهادات بدون مقابل، أنارها الله في بقاع الأرض شرقا وغربا. وإلى كل من مد يد العون والمساعدة لإتمام هذه الرسالة أشكركم جميعا، وخاصة الإخوة الذين حضروا لمساندة الطالب، جزاكم الله في حضوركم وبارك فيكم. وفي الختام في هذا الجهد المقل لا أدعي فيه كمالا ولا عصمة، لأن الله قد أبى أن تكون العصمة إلا لكتابه، ولكني بذلت قصارى جهدي وصرفت له وقتي، وقد تولى تمحيصها وتدقيقها مشائخ كرام سيردون باطلها ويحلون عاطلها. وعلى هذا فكلما قرأت هذه الرسالة فوجدت فيها خللا أو نقصا، تذكرت مقولة القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني حيث قال: إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. فرحم الله من اطلع على خلل في هذه الرسالة فأرشدني، أو إضافة فأكرمني بها، أو عيب فسترني وأهداها إلي. فأسأل الله العلي القدير أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به ويجعله ذخرا لي في يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يوفقني العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قولي من خلال كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، انعقدت لجنة المناقشة يوم الاثنين تاريخ 29 من شهر صفر 1441 الموافق يوم الاثنين من شهر 28 من أكتوبر عام 2019،
وتكونت اللجنة من دكتور قسم الله عبد الغفار، قسم الله أحمد مشرفا ورئيسا، دكتور فيصل شريف محمد صديق مشرفا مشاركا، دكتور عبد العزيز علي أحمد مناقشا خارجيا. وأخذت اللجنة بعين الاعتبار عرض الطالب ببحثه ومدافعته عن كل ما ذكر له من تصويبات هذه الرسالة. وبعد انتهاء المناقشة التي استمرت لمدة ساعتان وبناء على فحص الرسالة وأداء الطالب، أبدت اللجنة الملاحظات التالية: مدى استيعاب الطالب للمادة المكتوبة ومضمونها العلمي، الطالب مستوعب للمادة العلمية استيعابا جيدا، أمانته العلمية في اقتباس النصوص والآراء، له أمانة علمية في اقتباس النصوص وتوثيقها. التصويبات المطلوبة هي مراجعة النواحي اللغوية والإملائية والشكلية من حيث توزيع المباحث والمطالب، توضيح مشكلة البحث، ربط الدراسة بكتاب الفروق ومراجعة الفروق بين العموم والخصوص، اختصار النتائج والتوصيات والإحالة إلى بلوغ المرام، الإضافة العلمية إن وجدت توجد إضافة علمية لربط هذا البحث دلالات الألفاظ ولا سيما المطلق المقيد بالفروع الفقهية مع الدراسة التطبيقية محل النظر، وهي كتاب الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. بعد النظر في كتابة الباحث لهذه الرسالة والتوصيات التي أعطيت له، يجاز هذا البحث ويعطى الطالب درجة الامتياز بدرجة 90-89 درجة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهده وأن يوفقه وأن يسدد خطاه، ولذلك القادر عليه. كما نشكر كل الإخوة الحضور على هذه الرسالة، ونتقدم بالشكر لرئيس قسم هذا القسم الدكتور أحمد عبد اللطيف اللي كان حضورا في استفتاح هذه المناقشات، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفق أبناءنا الطلاب بما فيه وأرضاه، ولذلك القادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صروح العلم لن ننسى لكم جميلا، معلمين نهجكم كان سبيلا، بنصحكم شفاء من كان عليلا، لكم من الثناء والشكر جزيلا، بنصحكم شفاء من كان عليلا، لكم من الثناء والشكر جزيلا. قد سطعت شمس النهار من هنا.